سلسلة الفقه الميسر، الدرس 13، سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بإذن الله تعالى معنا اليوم نحن نتدارس كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر. وصلنا للباب السادس. المرة الماضية كنا تكلمنا عن صلاة التطوع، وتكلمنا عن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. معنا النهاردة ثلاث مواضيع. الموضوع الأول سجود السهو، الموضوع الثاني سجود التلاوة، الموضوع الثالث سجود الشكر. ثلاث سجدات النهاردة هنتكلم في فقه ثلاث سجدات. يقول لنا المسألة الأولى في سجود السهو، هيقول لنا الأول ما هو سجود السهو. يقول لنا السجود هو السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك، وده اللي هيأتي معانا. من سجود السهو سببه إما نقص في الصلاة أو زيادة في الصلاة أو شك. يعني شك، أنت مش عارف أنت نقصت ولا زودت، مش عارف حاجة، أنت مش عارف، أنت واقف محتار شاكك. هنشوف اللي شاكك ده هيعمل إيه وهيتصرف إزاي، بس كده كده طالما شك هيكبر الشك ده بسجود ايه؟ سجود سهو. بيقول وسجود السهو مشروع بقوله صلى الله عليه وسلم اذا نسى احدكم فليسجد سجدتين، ولفعله صلى الله عليه وسلم كما سياتي بيان. وقد اجمع اهل العلم على مشروعيه سجود السهو، واسبابه ثلاثه: الزياده والنقص والشك. خد بالك من كلمه مشروع، يعني ايه في الفقه مشروع؟ احنا نعرف ان احكام الفقه ايه؟ خمسه، مش كده؟ واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. ما معنى ان تجد في كتاب الفقه يقول لك هذا الشيء مشروع؟ مشروع دي كلمه عامه ممكن تشمل المستحب والواجب. مشروع يعني يشرع لك ان تفعله، اما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. لذلك هي مسألة سجود السهو أصلا فيها خلاف. في ناس قالوا إن هو مستحب، في ناس قالوا إن هو واجب، وفي ناس فصلوا قالوا واجب أحيانا ومستحب أحيانا، بل وبعضهم قال مباح في بعض الأحيان. هو عشان يجمع كل الأقوال بدلها بكلمة إيه؟ مشروع. كلمة مشروع تجمع كله، عشان كده قال وأجمع أهل العلم عليه على مشروعية سجود السهو. بس انت لما تيجي في الكتب يقول لك واختلفوا في حكم سجود السهو، فمنهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب، لكن الاثنين اجمعوا ان هو ايه؟ من الدين، يعني ان ده حاجة من الدين، يعني حاجة مشروعة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. فافهم كلمة مشروع، مشروع دي ما اديتكش حكم على فكرة. يعني لما تقرا كلمة الشيء ده مشروع انت ما عرفتش الحكم لغاية دلوقتي، ان مشروع دي معنى كده ان هو واجب ومستحب وممكن مباح. بالك فبالتالي محتاج بقى تفصيل، لكن هو بيديك الايه القاعده العامه ان سجود السهو ده مفيش حد مثلا قال انه بدعه، مفيش حد قال انه مكروه، مفيش حد قال ان ده مش من الدين. لا، زي ما يقولوا مثلا النقاب مشروع. يعني ايه النقاب مشروع؟ يعني هو من الدين، ليه حكم اما الاستحباب او الوجوب. يعني مفيش حد من اهل العلم في الدنيا قال بدعه ولا مكروه فضلا عن حرام. لما يقول لك مثلا الختان مشروع، يعني اهل العلم اتفقوا انه من الدين، اما استحباب او ايه او وجوب على خلاف كبير من اهل العلم، لكن ما فيش حد من اهل العلم مثلا قال الختان ايه حرام او الختان مكروه، الا بقى حاجات معينه في الختان، صفات معينه اللي هي الايه خارج السنه، ممكن دي اللي تبقى منهي عنها. لكن الختان اللي على السنه ما فيش حد قال في يوم من الايام ان هو حرام او مكروه. فهمنا يعني ايه كلمه مشروع لما تقراها في الفقه؟ طيب عشان كده قال اجمع اهل العلم، وبعد كده شويه هقول لك في خلاف، هتقول لي انت قلت لي اجمع، لا انا قلت لك اجمع على المشروعيه. طيب هو اصلا ايه حكمه سجود السهو؟ حكمه سجود السهو هو جبر النقص اللي حصل في الصلاه او الزياده. ما هي الزياده دي شكلها زياده، بس هي عموما نقص في هيئه الصلاه عموما، انت كده ما عملتش الصلاه مظبوطه، عملت فيها خلل. او ممكن تقول جبر للخلل عشان دي كلمه اشمل، لان كلمه خلل هتشمل الايه؟ الزياده النقصان. فالخلل هو خلل في الصلاة حصل إما بزيادة أو بنقصان.
فسجود السهو بيكبر الخلل اللي حصل في الصلاة. لما تقول لي طب افرض انا شكيت وكنت طلعت اصلا ما عملتش حاجة غلط، اسجد للسهو ليه؟ يقول لك سجود السهو في حالة اللي ان مفيش خلل اصلا طالع، مفيش خلل، يكون ترغيما للشيطان. يبقى عندنا حكمتين لسجود السهو. الحكمة الاولى جبر الخلل، الحكمة الثانية ترغيما للشيطان. يعني ايه ترغيما للشيطان؟ يعني إغاظة للشيطان، لان الشيطان هو بيحاول يتسلل لك في الصلاة يبوظها. فكأن الشرع جعل لك مخرج دايما يخليك تطلع من الصلاة مظبوط، حتى لو بعد ما انت يعني فكرت وحللت الموقف طلعت غلطان وسجدت للسهو، يبقى سجود السهو ده يغيظ الشيطان. يعني انت مش حاجة غلط اصلا، بس انت شكيت فعملت حاجة معينة وسجدت للسهو زي ما هنبين، وانت كنت غلطان اصلا. طيب السجدتين دول عملوا ايه؟ هما ما جابوش خلل، ما كانش فيه خلل في الصلاة اصلا، لكن انت اللي عملته ده اسمه ايه؟ إغاظة للشيطان. يقول بتقول له يعني الصلاة صح وسجدت للسهو وربنا قبل وانا خدت اجر كمان. ذلك الشيطان ايه؟ لما يرى الانسان يسجد في سجدة زي سجدة التلاوة مثلا كما جاء في الحديث، يا الشيطان يصرخ ويبكي ويقول يا ويلتي يا ويلتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. بالك الشيطان كل واحد في الدنيا بيسجد يقول كده. تخيل بقى السجدة دي عاملة ازاي للشيطان. أكتر حاجة تغيظه إن اللي طرد الشيطان من الرحمة سجدة، قال أسجد لآدم، قال يا من لم أكن لأسجد، خلص خلاص على السلامة. قال فإنك رجيم، إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، انتهى. لذلك كلما رأى أحد يسجد كان أكثر شيء يغيظ الشيطان السجود. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهي طبعا سجود السهو دوت. طيب سجود السهو دوت يشرع في صلاة الفرض ولا صلاة الفرض والنفل؟ صلاة الفرض والنفل سواء، لم يأتي دليل يخص سجود السهو ليه؟ الفرض بس، فرض ونفل عادي، تمام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين، أو زي ما جاء في الحديث، ما جاش الحديث قال إيه في الفرض ولا خصها بحاجة. طيب، تعالى نكمل. بيقول المسألة الثانية، متى يجب؟ وإحنا كده فهمنا من كلمة يجب دي إن اللي جاي اللي هيقوله ده السجود فيه واجب، إن بعد شوية يقول لنا متى يسن، ماشي؟ خلينا نركز معاك. بيقول يجب سجود السهم لما يأتي، هنقولهم بسرعة الأول من غير أدلة وبعد كده نرجع واحدة واحدة عشان تجمع أنت الصورة. بيقول أول حاجة إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، خلاص؟ نمرة 2 سلم قبل تمام الصلاة. 3 لحن لحنا يحيل المعنى. يعني إيه لحن؟ لحن في الفقه يعني إيه؟ يعني عمل غلطة في الكلام يعني. يعني مثلا بدل يقول ايه صراط الذين انعمت عليهم قال انعمت عليهم مثلا، خد بالك. فده لحن، بيسموه لحن يعني خطا، كلمه لحن يعني خطا، خطا يفسد الصلاه. وبعد كده رجع تاني قال انعمت، يبقى هو دلوقتي ايه لحن، لحن يحيل الايه المعنى، كده صلح. هو بيقول دوت يشرع عليها سجود ايه سهو. بيقول او ترك واجبا، ده السبب الرابع. وبعد كده السبب الخامس الشك. وعندنا هنا اتكلم في كام سبب؟ 5. 1 زود حاجة في الصلاة. 2 سلم قبل التمام. 3 لحن لحن يحيل المعنى. 4 نقص في الصلاة اللي هو ترك واجب بقى. نقص اللي هو ترك الايه؟ ترك الواجب. 5 شك. يبقى عندنا أسباب، ممكن نجمع الأسباب في إما نقصان أو زيادة أو شك برضه. هي في الحقيقة كل الأسباب تجتمع في نقصان أو زيادة أو شك. هنبين دلوقتي إن الأولى والثانية في الحقيقة هما زيادة. يعني الأولانية قال لنا إيه دلوقتي؟ قال لنا إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، صح؟ يعني ركع ركوعين مثلا، ده كده زود، صح؟ طيب الثانية قال سلم قبل تمام الصلاة، كان ممكن يحط دي مع دي. ليه؟ دلوقتي هو لما سلم عمل إيه؟ هو زود حاجة في الصلاة. هي شكلها انه نقص، صح؟ هي مش هي تشوفها من ناحيه اللي هي نقص، بس لو ركزت هو عباره عن ايه؟ زود ما نقص. ليه؟ لان هو هيكمل الصلاه عادي. يبقى هو عمل ايه في النص؟ زود سلام.
بدل ما يسلم مرة في الصلاة سلم كم مرة دلوقتي؟ سلم مرتين، مرة غلط ومرة هيسلم تاني في مكانها الصح. يبقى كان ممكن يحط اتنين دي في واحد، صح؟ يبقى احنا نجمع اتنين مع واحد ونقول زيادة، زود حاجة في الصلاة. تاني، أنا دلوقتي سلمت بعد الركعة التانية التالتة، هعمل ايه؟ خلاص هسجد للسهو وامشي ولا لازم اجيب الرابعة؟ هجيب الرابعة، ما دي مش سجود السهو مش هيعفيني من ركعة. فأنا دلوقتي قمت وجبت الرابعة، كده الصلاة كملت وعليها كمان ايه؟ عليها سلام زيادة. ايه السلام اللي انت عملت في النص ده؟ دي زيادة بقى. يبقى أنا في الحقيقة لما سلمت في أثناء الصلاة أنا زودت فيها. يبقى احنا ممكن واحد واثنين دي تتحط تحت بند ايه؟ زيادة. ونمرة أربعة اللي هي ترك واجب عبارة عن نقصان، ونمرة خمسة شك، ونمرة ثلاثة هنختلف معاه فيها. خلاص كده؟ بس خلصت اهي، واحد واثنين زيادة، أربعة نقصان، خمسة شك، ثلاثة هنتكلم معاه فيها. سهل، بقت سهلة كده، تمام؟ طيب، طب خليني في أربعة عشان أقول لك كلمة نقصان دي، إن هو قال كلمة حلوة هنا برضه، قال أو ترك واجبا. هو ليه ما قالش أو ترك ركنا؟ لسببين. السبب الأول إن لو ترك ركن لازم يجيبه، مفيش حاجة اسمها ترك ركن وتعدي، تركت ركن هتجيبه. هتقولي طب ما برضه اسمها نقصان. لا، أنت لو تركت ركن يبقى أنت هتزود، ليه؟ لأن أنت هترجع له. يبقى في الحقيقة هتطلع في الآخر إن شكلها إيه؟ زيادة في الصلاة، هتحطها مع الزيادة. إمتى المرة الوحيدة اللي تنقص؟ لو تركت واجب، لأن الواجب ما بيتجابش، فتبقى الصلاة طالعة ناقصة، فيها حاجة ناقصة. عشان كده قال أو ترك إيه؟ واجباً. تاني، ليه ما قالش ترك ركناً؟ لأن مفيش حاجة اسمها سجود سهو يجبر ركن. الركن هيتجاب هيتجاب. طب أنا دلوقتي تركت ركن، يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي قلت سمع الله لمن حمداً مثلاً، لأ قلت كبرت للركوع بدل ما أركع عملت إيه؟ سجدت. أنا دلوقتي سبت إيه؟ سبت الركوع. هعمل إيه الصح؟ افتكرت، أروح قايم تاني واقف وأركع وأكمل صلاتي وأسجد للسهو. أنا دلوقتي طلعت من الصلاة، فيها حاجة ناقصة ولا حاجة زايدة؟ في الحقيقة حاجة زايدة، لأن أنا كصلاة كملتها أنا عادي، إن أنا جبت الركن وزودت عليها حركة ملهاش لازمة، اللي هي إن أنا سجدت سجود ملوش لازمة، ملوش معنى، مش في مكانه. ففي الحقيقة هي في الآخر طلعت إيه؟ زيادة برضه. يبقى ما ينفعش اطلع من الصلاه ناقصه ركن، ينفع اطلع ناقصه ايه؟ واجب. عشان كده كلمه دقيقه لما قال لنا او ترك ايه؟ واجبا، لانه لا يتصور النقصان الا في الواجبات. هل يتصور نقص في الاركان؟ لا، لان انت لو طلعت في نقص الاركان الصلاه بطلت، فهتجيبه هتجيبه. فبالتالي انا لو نسيت ركن وعديته هرجع له، وبالتالي الصلاه في الاخر هتبقى زياده مش نقصان. عشان كده لا يتصور النقصان في الايه؟ في الاركان، انما يتصور فقط النقصان في الايه؟ في الواجبات. فهمنا ليه قال او ترك واجبا؟ انا عايزك الاول تحلل كده الخمسه تحطهم، لما اجي اقول لك الادله الدنيا تجري معاك بقى خلاص. بس انت حطيت تصور للمساله، المساله هي اما زياده او نقصان او شك. الزياده تكون في اي زياده؟ قد تكون في الواجب او في الركن. تكون في الواجب ان انت زودت فعلا ركن حقيقي، ركعت مرتين، ودي ما تنفعش ترجع فيها خلاص. ركعت مرتين هتعمل ايه؟ خلاص هتكمل بقى، ما فيش حل، هتكمل واسجد للسهو خلاص. والصوره الثانيه ان انا سلمت اثناء الصلاه، هقوم اكملها، يبقى في الاخر شكلها ان انا برضو ايه؟ زودت او نقصت ركن في الصلاه. هعمل ايه؟ هرجع له واجيبه، وفي الاخر يبقى الصلاه شكلها في الاخر طلعت ايه؟ عبارة عن زيادة. يبقى احنا كده نقص الركن يساوي زيادة في الصلاة. فهمت؟ نقص ركن، ترك ركن سيؤدي في النهاية إلى زيادة في الصلاة، لأن أنا هرجع أجيب. يبقى أنا الحركات اللي في النص دي هي دي الزيادة بتاعتي، اللي هي ملهاش لازمة. زي ما أنا سلمت كده، أنا نقصت ركعة. اسمها نقصت أو ركعتين، بس أنا في الحقيقة هقوم أجيبهم تاني، والصلاة خلصت كاملة، وعليها كمان وعليها سلام. او عليها سجده ملهاش لازمه، او عليها سجدتين. يبقى انا ايه؟ يبقى انا كده في الاخر نقص الركن سينتهي بالنهايه الى زياده في الصلاه. يبقى انا كده اول سبب الزياده.
اللي هو إما زيادة حقيقية أو سلام زيادة أو نقصان في أركان سيؤدي إلى زيادة. الثانية نقصان، والنقصان لا يتصور إلا في الواجبات، إن أنا سبت واجب. الثالثة الشك، ودي عنجل واللي وقالها في النص دي هنتكلم عليها لما نوصلها. طيب خلاص نمسك بقى الأدلة، الدنيا سهلة كده معاك. بص بقى، واحد إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كان يزيد ركوعا أو سجودا، سجد ثلاث مرات أو قياما، أم للركعة الخامسة، مش كده؟ أم للركعة الخامسة يعمل إيه؟ افتكر اقعد على طول. تقول لي طب اكملها؟ لا مفيش، لو كملتها تبطل الصلاه، لو كملتها وانت فاهم تبطل الصلاه، لانك انت قمت ناسي بس انت كملتها وانت متعمد. يبقى انت في فرق اخوانا بين ازود ركن وانا ناسي وازود ركن وانا متعمد. اذا زاد الانسان ركن متعمد تبطل صلاته على طول، مفيش بقى سهو ولا مفيش كلام، لانه مش سهو اصلا. لكن لو زاد ركنا ناسيا نسى وبعد كده قال خلاص بقى شكلي وحش اكمل الركعه وخلاص، تبوظ صلاتك، شكلي ايه تقعد على طول وخلاص. المهم بيقول اذا زاد فعلا من جنس الصلاه كان يزيد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا، قعد في الثالثه في رأي في الصلاه اربع ركعات، قعد في الثالثه افتكر قام، يبقى انت زودت قعود كده. ولو قدر جلسه الاستراحه، ولو قعدت قعده بسيطه خلاص انت كده قعدت. لحديث ابن مسعود فبالك لو قدر جلسة استراحة غير جلسة الاستراحة، يعني انت لو قاعد وناوي ان هي جلسة استراحة مفيش مشكلة هتقوم عادي، لكن لو قاعد وانت ناوي ان دي جلسة تشهد بعد كده طلعت دي مش تشهد حتى لو قعدت ثواني خلاص يبقى انت كده نسيت هتسجد للسهو. طيب يقول لنا الدليل. قال ابن مسعود حديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم، يعني قعدوا يتكلموا كده بصوت عادي، فقال ما شأنكم؟ قال يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. طبعا ده موقف استثنائي لأن النبي عليه الصلاة والسلام راجل مشرع، ما حدش سبح له، إن هو متصور إن الصلاة تكون إيه؟ زادت. وعلى فكرة هم قاموا معاه وصلوا معاه لأن هم دول ورا الرسول، وده ما ينفعش يتكرر في أي وقت تاني. ما ينفعش المأموم لو إن الإمام قام للخمسة، هل المأموم يعمل إيه يا خمسة؟ المأموم يسبح له. طب هو بقى يكون فين ساعتها؟ قاعد، ما ينفعش يقوم. لو قام المأموم وهو عارف ان قيامه ده يبطل الصلاة تبطل صلاته. بس في العادة يعني الناس اللي بتقوم بتبقى مش عارفة عندها جهل، في العادة يعني لما بيحصل الإمام يقوم الخمسة في ناس بتقوم وناس بتفضل قاعد وكله بيسبح طبعا، دول كل الناس عارفين الحتة دي، بس هو في ناس قامت وفي ناس بتفضل ايه قاعدة. الإمام لو نزل خلاص فهم ونزل صلاته صحيحة، اللي قعد صلاته ايه؟ صحيح. اللي وقف واحد من اثنين، يا اما كان جاهل بالحكم فده صلاته برضه صحيح، ما كانش يعرف ان لو قمت ورا الامام تبطل يعني يحصل كده. واحد قام هو عارف، كان درس حضر درس زي كده وعارف الحكم وقام برضه، ده الوحيد اللي ايه؟ تبطل صلاته. ان ده زاد ركنا ايه؟ متعمدا، زاد ركنا متعمدا. لكن في العاده نادر ان حد يكون عارف الحكم ويوم برضه، يعني غريبه صح؟ ففي العاده يعني الناس لو حصل حاجه زي كده في مسجد كل الناس صلاتها صح، ما يجيش الناس بعد الصلاه يتخانقوا وانت عيد صلاتك وانت صلاتك بطلت، مفيش داعي للجهل يعني. فاكيد اللي قام قام ايه؟ قام هو مش عارف يعني صح؟ والامام هنسبح له. طيب الامام سبحنا له هو مصمم ان هي الرابعه؟ هو متاكد؟ لا، هو طلبت معاه دي الرابعه واحنا اللي غلط، خلاص عادي هنستناه. هو خلاص هو او مش فاهم او مش عارف احنا نسبح له على ايه، هنستناه عادي كمل ركعته عادي ونفضل قاعدين، وبعد كده يتشهد يسلم يسلم معاه، وبعد كده نقول له يسجد ليه؟ يسجد للسهو، لانه واضح ان هو ما كانش متاكد خالص او شك فينا احنا نفسنا. تمام؟ لكن المأموم ما يتابعوش. وفي حل تاني ان ممكن المأموم ينفصل عن الامام، لو لقى الامام بقى ايه اتلخبط في الصلاه والدنيا باظت منه ومش عارف هو فين، المأموم ممكن ينوي مفارقه الامام في الحاله دي. بس الاصل ان ما ينفعش المأموم يفارق الامام كده مع نفسه، لكن في حاله زي دي ممكن الامام يفارق المأموم يفارقه، يعني ايه؟ يتشهد ويسلم وخلاص ويطلع من الصلاه، ان الامام خلاص تاه مش عارف هو فين، خلاص هو نسلم احنا ونطلع من الصلاه، وبعد كده نبقى نفهمه بقى لما هو يطلع من الصلاه ايه المشكله. لكن لو هو امام فاهم هيقعد هنقعد معاه، والله شايفينه قدامنا بيكمل ركعته هنقول والله يمكن برضه ناسي للاخر، هنكمل معاه وخلاص وهنسلم معاه. لكن الحاله اللي حصلت مع الصحابه دي حاله استثنائيه،
ولا ما ينفعش يسبحوا للنبي عليه الصلاه والسلام، ما كانوش يعرفوا الموضوع اصلا ايه، فهم بيقولوا له الصلاه زادت. الحاجه الثانيه ان هم كانوا برضو يعني تاولوا، فقاموا يتبعوه عليه الصلاه والسلام، هيسيبوه يعني؟ ده لو ما كانوا هتعمل ايه؟ هتقف معاه طبعا، فاكيد هو صح احنا غلط، فقاموا معاه. بعد كده قالوا له يا الصلاه زادت؟ قال لهم لا ما زالتش. قالوا لا الصلاه انت صليت خمسا. فالنبي عليه الصلاه والسلام سجد سجدتين ثم سلم. طبعا هو كان مسلم قبل كده، يبقى دول السجود ده كان ايه؟ كان بعد السلام. ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. ربنا قدر على النبي عليه الصلاه والسلام في الحته دي ان يكون كالبشر، ينسى كما ينسى الناس، لان ذلك يترتب عليه احكام، ربنا اراد الناس تتعلم الاحكام ديت، فجعل النبي عليه الصلاه والسلام غير معصوم من النسيان، قد ينسى ينسى، فيعلم الامه اذا نسيت تعمل ايه. لذلك ربنا قدر على النبي عليه الصلاه والسلام قضيه الايه؟ النسيان ديت. يقول فاذا علم بالزياده وهو في الصلاه وجب عليه الجلوس حال علمه، حتى لو كان اثناء الركوع. يعني مثلا واحد قام للخمسه وقرا وركع وهو في الركوع افتكر ان دي الخمسه، يقول خلاص بقى ما جاتش ايه؟ ما جاتش على السجدتين يعني؟ لا لا على طول، اصل انت اللي بتعمله ده كله ايه؟ دي مالهاش معنى، انت كده له ده لا شيء، انت كده خارج الصلاه. انت المفروض خلاص اول ما تفتكر ارجع للموضوع اللي انت كنت فيه، احنا كنا في تشهد ارجع له، المفروض اسلم انزل وسلم كده، لكنك انت تكمل انت ما بتعملش حاجه، اللي انت بتعمله ده كله خارج الصلاه، خلاص انت بره الصلاه. بيقول لك حتى لو وصلت للركوع هتقعد، لانه لو استمر في الزياده مع علمه لزاد في الصلاه شيئا عمدا، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب خلينا نقول نفترض مساله كده حلوه، يعني امتى ينفع يكمل عادي؟ لا لا استعجلش، يعني هو نسى ساب ركوع، حاله معينه ينفع يكمل عادي؟ لا لا احنا بنتكلم ان هو زود ركن، نسى ركن فعلا، هو دلوقتي نسى الركوع، ينفع يكمل لو هو كمل لغايه ما وصل لنفس الركن في الركعه اللي بعديها؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي نسيت الركوع وسجدت سجدتين وقمت قريت وركعت، وانا راكع افتكرت ان انا نسيت ايه؟ ركوع الركعه اللي فاتت، خلاص يبقى هو ده ركوع الركعه اللي فاتت، بس الركعه اللي فاتت دي اتلغت خلاص، هيكمل هيرجع فين؟ ما هو دلوقتي واقف عليه، مفيش حته يرجع لها، هو دلوقتي في المكان اللي سابه وافتكر ساعتها، او في خلينا في السجود احسن عشان الركوع بيلخبط شويه، هو نسى السجده الثانيه مثلا، نسى السجده الثانيه في الركعه الاولى، افتكر امتى؟ وهو في السجده الثانيه في الركعه الثانيه، ده يعمل ايه؟ خلاص هيرجع لايه؟ هيرجع ما هو في مكانه خلاص، هو دلوقتي هيعمل ايه؟ هيلغي ركعه خالص، هيلغيها دي ما تصليش، لان انا خلاص ما هرجع لفين؟ انا وصلت لغايه نفس المكان في الركعه اللي بعديها، لكن لو هو مثلا قبل المكان ده مثلا لسه في الركوع مثلا او في القيام، هينزل على طول يجيب الايه؟ السجود، لكن لو لفت دي دوره كامله ووصل لنفس المكان في الركعه اللي بعديها هيكمل بقى عادي صلاته ويلغي الايه؟ يلغي الركعه اللي باظت دي، اللي هي كلها عدت خلاص، وصلت دي؟ طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا الحاله اللي حصلت، النبي عليه الصلاه والسلام صلى خمسه وسجد بعد السلام، ركز معايا في بعد وقبل دي عشان هتفرق معانا في اللي جاي. في حديث ثاني وما ذكروش هنا، ان النبي عليه الصلاه والسلام سلم من ثلاث في صلاه العصر، لا هيذكره في اللي جايه صح؟ هذكره في الجاية. خلاص خلينا لما نوصل لها. طيب نكمل. اثنين او سلم قبل اتمام صلاته، اللي احنا قلنا هتبقى برضو في باب الزياده يعني. في حديث عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجره، فقام رجل بسيط اليدين، بسيط يعني ايديه كبيره يعني مبسوطه يعني، كانوا يسموه ذو اليدين عشان ايده كانت ضخمه شويه. فكل الصحابه هابوا النبي عليه الصلاه والسلام. فالراجل ده تجرأ وقام يعني، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاه؟ فخرج عليه الصلاه والسلام. المهم في الحديث قال أقصر الصلاه ام نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت.
قال بل نسيت. فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام الى بكر وعمر قال احقا ما يقول الرجل؟ قال نعم نسيت. قالوا نعم نسيت. فقام عليه الصلاه والسلام وصلى الركعه الرابعه التي كان قد ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. يبقى كده سلم امتى؟ سجد امتى؟ بعد الايه؟ بعد السلام. يبقى لما سجد، لما سلم سجد بعد الايه؟ بعد السلام، اللي هي برضه هنحطها في بند الايه؟ الزياده، مش كده؟ هو في، هو المحصله في النهايه هو نقص في الصلاه ولا زود؟ زود، لان هو جاب الركعه كامله خلاص ما سابهاش، ما هو الركن ما بيتسابش، هتجيبه برضه، وهو كده زود سلام. خلاص عدينا ديت. طيب نكمل بقى. بيقول او لحن لحنا يحيل المعنى سهوا لان عمده يبطل الصلاه فوجب سجود السهو. هو هنا المذهب اللي اختاره ان هناك قد يكون هناك سجود سهو في الاقوال، بس هو هيفرق في موضوع الاقوال دوت، هيجي بعد كده لما يجي بعد كده هتفهموها، بس خلينا في الحته دي. هو بيقول لحن لحنا يحيل المعنى، يعني قال كلمه تفسد المعنى تماما، تبطل الصلاه، كلمة تبطل الصلاة، سواء الكلمة دي في القراءة أو في التسبيح حتى، بس قالها بطريقة لو قالها عمد صلاة تبطل، إن هي تعمل معنى سيء، تبوظ المعنى خالص. فبيقول لو عمل حاجة زي كده يسجد للسهو. هو بيتعلل بإيه؟ بيقول لأنه لو كان قالها عمد كان هيحصل إيه؟ تبطل الصلاة، فأسهى على الإيه؟ زيادة الركن عمد. تاني، هو جابها منين؟ إن دي ما عليهاش دليل. يعني هو تلاحظ إن هو ما جابش دليل صح؟ لأن هي ما عليهاش دليل. لم يثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سهو بسبب قول، إنما كل سجوداته سهو كانت بسبب إيه؟ أفعال. لذلك اختلفوا في الأقوال، هل الأقوال ليها سجود سهو؟ يعني أنا اتلخبطت دلوقتي في الفتحة، وبعد كده رجعت تاني يعني. هل هي شبه إن أنا جبت ركن زيادة مثلا؟ ولا مش شبهها؟ ففي ناس شبهوا دي بدي، قال لك ما أنت لو مثلا اتلخبطت الفتحة وقلت حاجة غلط تبطل الصلاة. مثلا وبعد كده رجعت قلت الصح، طب ما شبه انك انت مثلا ايه زودت ركن، ركعت ركوعين ولا نسيت ركن وجبته، لان دي شبه دي لو كنت كملت كده عمد كانت هتبطل الايه؟ الصلاه، ودي لو كنت كملت برضه عمد هتبطل الايه؟ الصلاه. فعملوها بالقياس. الدليل عندهم الايه؟ القياس، قاس دي على دي. وفي ناس ما قاسوش، قال لك لا، الأقوال حاجة والأفعال إيه؟ حاجة. الفعل يقاس على الفعل، لكن ما تلتيش القول على الإيه؟ على الفعل. فلذلك دي فيها خلاف، هل في سجود لو أنا مثلا قلت قول غلط، قلت كلمة غلط في الصلاة؟ كلمة غلط مش أي كلمة، كلمة تبطل الصلاة، يعني لو واحد لو زيها اتقال عمد الصلاة إيه؟ تبطل. لو زيها اتقالت عمد الصلاة تبطل. فبيقول لو واحد قالها غلط بعد كده صلح يجيب سجود إيه؟ سهل. فلو حد عمل كده سجد للسهو ده مذهب صحيح معتبر من مذاهب اهل العلم، وان كنت اميل ان مفيش سجود سهو للايه؟ للاقوال. ودل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام نسى ايه في الصلاه، نسى ايه في الصلاه، وده لو حد عمله عمد تبطل صلاته، ان هو تعمد ان هو يسيب ايه في الصلاه، ومش هتبطل يعني، ان دي طبعا تبقى في القراءه ممكن ما تبطلش، لكن العمل ده حرام على اقل التقدير يعني، لو فعلوا استهزاء قد يخرج من الدين، خد بالك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام نسى ايه اصلا، نسى ايه، فبعد الصلاه افتكر، فعاتب ابي بن كعب قال لما لم تذكرني؟ لما لم تذكرني؟ ورغم ذلك ما سجدش للايه؟ للسهو. فناس استدلوا بالكلام ده، قالوا اذا كان نسى ايه وما سجدش للسهو يبقى ما نقول ان ما فيش سجود في الايه؟ في الاقوال. اي قوال الاقوال ما فيهاش سجود، انما السجود في الايه؟ في الافعال. فالحته دي هيبقى ده مذهبه، ولو واحد يعني سجد لحاجه زي كده ده سجود مشروع والعلماء اختلفوا فيه، وان كنت لا اميل ان في سجود في الايه؟ لا سجود في الاقوال انما سجود في الافعال بس. عشان كده قلت لكم النمره 3 دي هنتكلم معاه فيها. طيب نمره 4، او ترك واجبا. حلو، ترك واجبا، فهمنا ليه قال ترك واجبا؟ لان لا يتصور النقص الا في الواجبات بس، مش حاجة اسمها واحد ترك ركن والصلاة خلصت على كده، مش حاجة كده. طيب ايه هو الواجب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قبل كده تركه؟ تشهد الأوسط. حديث ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين
من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني في التشهد الأوسط يعني. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني استنينا يسلم، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام ساب التشهد الأوسط سلم امتى؟ سجد امتى؟ قبل التسليم. معايا كده؟ يقول ثبت هذا بالخبر في من ترك، ثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط. بص بقى كمل الكلام. فيقاس عليه سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود وقوله بين السجدتين رب اغفر لي وتكبيرات الانتقال. ودي من الحاجات المهمة اللي هيأثر فيها تقسيم الصلاة ليه؟ لأركان واجبات ومستحبات. كريم قلت لكم التقسيم ده هيأثر معايا فين؟ في سجود السهو. لأن أنا لو قلت إن التشهد الأوسط واجب، على فكرة التشهد الأوسط مش واجب عند كل أهل العلم، إنما عند كتير من أهل العلم التشهد الأوسط أصلا سنة. لكن حتى هما هيتفقوا على حاجة، حتى اللي هيقولوا إن التشهد الأوسط سنة، أصلا مذهبهم في سجود السهو إن يجوز سجود السهو للسنن المؤكدة. فهي المحصلة قريبة من بعض يعني. وإن كانوا هيختلفوا أصلا هي إيه هي السنن وإيه هي الواجبات. يعني حتى اللي قسم الصلاة لأركان وسنن خلى السنن في سنن بالنسبة له سنن مؤكدة هيسميها سنة، وفي سنن غير مؤكدة هيسميها هيئات. مش عايز ألخبطكم. واللي قسم الصلاة لأركان وواجبات ومستحبات هما طبعا في الأركان متفقين، فالواجبات والسنن دي هما الاثنين بيقولوا يشرع لها سجود الايه؟ السهو. وان كان اللي مذهبه يعني هما ما قالوش ان اللي قالوا بالسنن ما قالوش ان السنن المؤكده زي اللي قالوا الواجبات، يعني هما برده مش متفقين على كله، بس هما اتفقوا في سجود في التشهد الاوسط ده بالذات، ان ده الكلام فيه ما فيش كلام ان النبي سجد له، فده اكيد يا اما سنه مؤكده يا اما ايه؟ واجب، ده ما فيهوش كلام. لكن بقيه الحاجات اختلفوا فيها. وهنا في مذهب الكتاب فاكرين كان عنده كام واجب؟ 8 واجبات كان ذكر فيها تكبيرات الانتقال والتشهد الاوسط وقول رب اغفر لي وتسبيح الركوع وتسبيح السجود والجلوس للتشهد الاوسط. ذكر ايه؟ مجموعه حاجات. ممكن احنا يعني اتكلمنا اللي عايز يراجع مناقشتنا لموضوع الواجبات، كان في حاجات قلنا فعلا ان الدليل قوي ان هي واجب، وفي حاجات قلنا الدليل مش قوي قوي ان هي واجب. لكن عموما واي حد سجد للحاجات دي فده مذهب معتبر، مذهب معتبر. ولو انسان سجد لنسيان تكبيره انتقال او لنسيان حتى قول رب اغفر لي، يعني هذا السجود سجود معتبر عند اهل العلم، مشروع يعني، لا اشكال، وصلاته صحيحه يعني. لكن اهم واجب يعني اللي هو ما فيهوش كلام اللي هو موضوع التشهد الايه الاوسط، ده اللي يكاد يكون ما فيش خلاف ان فيه سجود، او ما فيش خلاف طبعا للنوات اللي فيه الايه اللي فيه الحديث. هيختلفوا بقى في الباقي بقى، هل تكبيرات الانتقال داخله معانا ولا مش داخله؟ طب قول رب اغفر لي، طب تسبيحه الركوع وتسبيحه السجود، الامر ده هيبقى فيه خلاف. اللي عايز يراجع المساله دي يسمع الشريط اللي كنا بنتكلم فيه على الايه؟ على الواجبات عشان ما نطولش عليكم. لكن هو هنا هيقول على مذهبه ان طالما قلت ترك الواجب اللي هو التشهد الاوسط يعني هنا هو في سجود سهو، يبقى اقول نفس الكلام في كل الواجبات اللي قلتها لكم اللي هم الثمانية اللي ذكرهم في الايه؟ في الكتاب. فده المذهب اللي هو ايه؟ اختاره. تمام؟ يبقى كده النقصان اهو. فاضل لنا الايه؟ الشك. بيقول واجب سجود السهو اذا شك في عدد الركعات فلم يدرك مصلى، وذلك اثناء الصلاة، لانه ادى جزءا من صلاة مترددا في كونه منها او زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود. لعموم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجب ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. يقول هو في هذه الحالة بين أمرين. هيقول أمرين، أنا دلوقتي شكيت حاجة من الاثنين، إما أن أنا شكيت وتايه مش عارف بقى أي حاجة خالص، مفيش أي حاجة عندي مترجحة، أو شكيت وغلى عندي غلبة ظن عالية لحاجة معينة منها. في حالة ثالثة، في حالة ثالثة شكيت ثم تيقنت، شكيت ثم تيقنت. يعني بعد دلوقتي
شك مثلا في الثالثة ولا الرابعة، وكان بعد كده مثلا ايه لقى اللي جنبه كان ماشي معاه بالظبط، لقى في التشهد الاخير يبقى انا فين؟ اكيد في الرابعة، كنت معاه طول الصلاة سبتوش ابدا، كنا في بعض ماشي معاه بالظبط. فانا جيت شكيت بصيت لقيته بيتشهد فقعدت، فانا تحولت من الشك لايه؟ اليقين على طول، انا متاكد او تيقنت في نفسي العلامة ما انا فاكرها. واحد شك ثم تيقن يسجد للسهم يخلف، بس الله اعلم راجع ان هو ما يسجدش للسهم، لان ما من احد الا يحصل له ذلك مرارا في الصلاه، وكذا مره تحصل لك وانت بتصلي انك تشك كده لحظه بعد كده ترجع تاني، لا ده انا في الثانيه، لا ده انا لسه مخلص تشهد، لو قلنا كده هنسجد بقى في كل صلاه. وده وما ثبتش ان الصحابه سجدوا كتير كده، فرغم ده بيعرف كتير، لكن ايه اللي بقى ايه اللي ممكن يحصل انك تشك وما تبقاش عارف حاجه خالص، مش عارف انت في الثالثه ولا في الرابعه فعلا، ولا في اي حاجه تقول لك اي حاجه. لا في واحد في الثالثه وشك وبعد كده ترج، يعني غلب على ظن ان هي الثالثه، يعني متاكد نسبه كبيره 70-80% دي الثالثه. هيختلف بقى ايه الحكم هنا؟ طيب هيقول لنا الحكم الاول، قال عليه الصلاه والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري، خلاص ده مش عارف حاجه، أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسجد. إيه هو اليقين؟ أنا دلوقتي يا ثلاثة يا أربعة، إيه اليقين؟ ثلاثة اللي أنا متأكد منه، يا ثلاثة يا أربعة، إيه الأكيد؟ ثلاثة، وأنا تايه دلوقتي، يبقوا كام؟ يبقوا ثلاثة. هما بقى طلعوا أربعة عند ربنا، ربنا غفور رحيم، ويبقوا ترغيما للشيطان، لكن انا هخليهم ثلاثة وخلاص هكمل على كده هسجد للسهم، خلاص ما تقلقش مقبوله، حتى لو طلعت انت غلط، حتى لو طلعت انت اللي بتصلي دي الخمسه دلوقتي وهي كانوا اربعه، خلاص انت تهمت. فتبني على ايه؟ على اللي انت متاكد منه اللي هو ان هم ايه؟ ثلاثة. وهتسجد امتى بقى؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ثم يسجد قبل ان يسلم. طيب الحاله الثانيه شك وبعد كده لا هيسجد للسهو، لو هو كمل على وهو شاكك او 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 لا سرح وبعد كده قام تاني، احنا قلنا لا خلاص مفيش حد ما بيسرحش للسهو، لا مش هسجد. اما اذا غلب على ظني وترجح احد الاحتمالين بقى، ترجح عنده حاجه يعني غالب على ظنه وشبه متاكد ان هي دي الثالثه، بس يعني في احتمال بسيط للشك، فانه يعمل بيه، لان في عبادات كتير بتقوم على غلبه الظن. يعني انت اغتسلت دلوقتي، هل المايه جت في كل حته في جسمك؟ متاكد مفيش حد يقدر يقول لك 100%، انما يغلب على ظني ان انا يعني غطيت جسمي بالمايه. وانت بتتوضى متاكد انك ما سبتش فسفوسه؟ والله غالب على ظني، ما في حاجات بتاتي بايه؟ غلبت الظن. فغلبت الظن معتبره في بعض الاحكام الشرعيه، اذا غلب على ظنه شيء ممكن يعمل بيه. وهي جاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام في بعض الروايات فليتحرى الصواب، يعني يحاول ايه؟ يرجح، يعني يحاول ايه؟ يرجح، ثم يتم عليه على اللي غلب على ظنه ده، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد ان يسلم. بالك دي غير دي، لما بنى على الاقل سجد قبل السلام، ولما بنى على التحري غلبت الظن سجد بعد السلام. خلينا نشوف اللي ايه بعد وقبل دي عشان هتنفعنا كمان شويه. خلاص دي كده سهله. يبقى هو لو شك وتيقن بسرعه مفيش حاجه، خلاص شك وتاه خالص مش عارف ايه، هيبني على الاقل ويسجد للسهم قبل ما يسلم. شك وغلب على ظنه حاجه، هي يعني مش يقين ومش شك، وغلب على ظنه هيكمل على غلبه الظن دي، غلب على ظنه هي الرابعه، خلاص هي الرابعه كمل على كده وتسجد للسهم بعد ما ايه؟ بعد ما تسلم. خلينا نكمل مسألة الثالثة، متى يسن؟ الله، هو في سجود سهو سنة عنده؟ ده لسه قايل ان هو واجب. هو هيقول لنا في سجود سهو سنة، ايه هو بقى؟ يقول يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. يعني مثلا هو قايم قال التشهد، بعد كده افتكر راح قرأ الفاتحة. أو هو في التشهد قال الفاتحة، بعد كده افتكر راح قال الإيه؟ التشهد عادي. فبيقول هنا يسن له، وهنا دي غير دي، اللي فاتت قال إن هو قال حاجة لو اتقالت عمد تبطل الصلاة، كلمة بوظت المعنى خالص.
يعني خلى ربنا بدل فاعل مفعول وكده، يعني ايه حاجه افسدت المعنى خالص. لكن هنا بيقول ان هو قال القول في مش محله، يعني قرأ القرآن وهو راكع بس نسى، وبعد كده عادي سبح يسجد الصلاه ما يسجدش. المساله دي فيها خلاف من اهل العلم، عشان لما كان فيها خلاف هو راعى الخلاف وطلع منه وقال ايه، قال يسن، يعني اعملها تعملها ما تعملهاش ايه مش مشكله. فهو حاول يتوسط يعني في المساله دي، عشان بعض العلماء قال ان ديت فيها سجود وبعض قال لا ما فيهاش سجود، اللي هو احنا اصلا بنميل الى القول ان اصلا ما فيش سجود في الايه، في الاقوال اصلا يعني. لكن هو لو قلنا باعتبار السجود في الاقوال فيعني اقصى ما يقال ان هي ايه مستحبه، اقصى ما يقال في مساله السجود في الاقوال لو واحد اتلخبط في قول انه يقال ده من باب الايه الاستحباب، سجدت سجدت ما سجدتش خلاص. عشان كده وهنا قال يسن، بيقول كالقراءه في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الاتيان بالقول المشروع، وما سابش الفتح لا وجبها برضه بس هو اتلخبط في الاول. يعني في ذلك الموضع كان يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. في ناس حملوا الحديث ده على العموم وقالوا ده عموم، والعموم يشمل الأقوال والإيه والأفعال، والتانيين ردوا عليهم بإيه؟ قالوا العموم ده يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يسجد في حياته لقول. فهمت الناس بيفكروا إزاي؟ أنا بقول لك ليه؟ عشان تفتح مخك لما تيجي تقرا الكلام، يعني تعرف ان الخلاف فعلا محترم وليه ادله. واحد بيقول لك ادي دليلي اذا نسى احدكم فليسجد، عموم اهو عموم، والعموم يشمل الاقوال والايه والافعال. طب التاني هيقول له ايه؟ ايه الرد بتاع التانيين؟ هيقولوا هذا العموم يفسره افعال النبي عليه الصلاه والسلام، هل سجد يوما لخول؟ لا لم يسجد انه سجد لخول، يبقى خلاص نقتصر عليه على ما سجد عليه. فالنتنين يقولون يمكن ما نساش قول قبل كده، يعني هنعوش ايه مش هنخ، يعني هتخش في خلاف مش هتطلع منه. فالمساله زي ما بنقول كده خلي صدرك واسع للخلاف. احنا بنميل لقول لكن ممكن احنا نكون اخطانا، مش كده؟ ممكن القول اللي انت بتسمعه مني ده هو الخطا ويكون المذهب الثاني هو الصواب، لكن يعني الواحد يعني بيسال الله التوفيق وربنا رحيم. فاذا كان الانسان بيعمل بقول هو ده اللي غلب على ظنه ان ده الاقرب للصواب فله اجر، فإن أصاب الإيه الحق فعلا فله إيه؟ له أجر. تمام. طيب. خلاص فهمنا يعني متى يسن دي؟ تمام. طب قبل ما نخش في مسألة رابعة نقول كده كم مسألة بسرعة. لو واحد نسى التشهد الأوسط بس افتكر وهو قايم وقبل ما يقوم يتعدل نزل. قبل ما يقوم يتعدل يقف قائم نزل. ده صح ولا غلط؟ صح. عليه سجود سهو؟ لا مالوش اي حاجه. نورد فيها حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال فاذا قعد قبل ان يستتم قائما فلا سجود عليه، صريحه يعني. يعني لو قبل ما يقوم كده افتكر قعد ده مالوش اي حاجه خالص، لا سجود سهو ولا اي حاجه. ولو قام تعادل خلاص ما ينفعش يرجع، ولو رجع تبطل صلاته، لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بذلك قال فاذا استتم قائما فلا يقعد او فلا يجلس وليسجد سجدتين للسهو. لو السجود والركوع عكست الاثنين خلاص يعني فيها زي ما قلت لك كده ممكن يبقى انت تركت واجب على المذهب هنا، يبقى انت تركت واجب يبقى تسجد لليه؟ تسجد للسهو. هنا دي مش هتبقى مساله اقوال، هتبقى عنده دي في ترك الايه؟ ترك الواجبات، ان هو بيعتبر ان ذكر الركوع والسجود اصلا ايه؟ واجب. أنا تسجد للسهو ده الحل. طيب تمام فهمناها ديت. قام لو قمت خلاص مش هتقعد. نفس الكلام نرجع نقول افرض انا مثلا الراجل امام قام في الصلاه سبحنا له عشان يفهم بس، طب المأموم يعمل ايه لو قام الاربعه في التشهد الاوسط؟ هيقوم معاه طبعا صح؟ مش زي التاني هيقوم معاه عادي. لو افرض طب وبعدين نسبح للامام ولا ما نسبحلوش؟ نسبحله عشان يعرف المفروض يسجد ايه للسهو مش عشان يقعد. فتسبح له واحده كده خفيفه تتكاش عليه، لو اتكيت عليه يقول لك طب خلاص يا جماعه عايزين نقعد هقعد مش مشكله يعني، فتبطل صلاتنا كلنا ليه طيب؟ طب لو الامام سبحنا له قعد هنسبح له تاني عشان يقوم يقف، طب صلاته تبطل؟ غالبا هو قاعد ايه؟ جاهل برضه، هو في حد هيبقى عارف الحكم هيقعد خالص؟
في الغالب قعد برضه كان شعير، بس احنا اتكينا عليه شويه فراح افورها فقعد يعني، فهيقوم خلاص نكمل صلاتنا معاه عادي، واخد بالك؟ لكن لو واحد بقى ايمان كان عارف الحكم والناس قعدوا يسبحوا له فاتكسف فقعد، صلاته تبطل. تمام. ماشي، خلينا نكمل. استنى بس، خلينا نكمل. انا صدقت اكمل. بيقول موضع ليه سجود السهو؟ موضعه لا ريب ان الاحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين. خدت بالك احنا مره نقول بعد السلام ومره نقول قبل السلام، ماشي؟ قسم دل على مشروعاته قبل السلام، القسم الاخر دل على مشروعاته بعد السلام. لذلك قال بعض المحققين بعض ان ده قول من الاقوال، المساله فيها ثلاث اقوال. القول اللي اختاره ده يعني اسهل قول، اختار اسهل قول، قال الامر طالما كده يبقى على التخيير، عايز تسجد قبل السلام تسجد بعد السلام مش مشكله، ان المصلي مخير ان شاء سجد قبل السلام او بعده، لان الحديث وردت بكلا الامر، فلو سجد للكل قبل السلام او بعده جاز. يقول لنا بقى قال الزهري كان اخر الامرين السجود قبل السلام. الله، طب انت قلت لنا ليه كده؟ ليه جبت لنا النقل ده؟ ليه؟ كانه عايز يقول، هو بيفسر المذهب اللي بيقول ان كل السجود قبل السلام، ده مذهب الشافعي ان كل السجود قبل السلام. هيقول طب انت، طب في سجود بعد السلام احنا لسه قارينه. بيقول ده منسوخ، لان الاحاديث اللي سجد فيها قبل السلام كانت بعد الاحاديث اللي سجد فيها ايه؟ بعد السلام. فالشافعية هيقولوا ان دي نسخ دي. في ناس هيقولوا طب ينسخ ليه؟ طب ما نجمع الامرين، ليه نقول بالنسخ؟ ودايما لما بدي اخوانا دي حته في الاصول افهموها، انا دلوقتي عندي دليلين فيهم شيء من التعارض، ممكن اجمع ما بينهم وممكن اقول ان واحد نسخ الثاني، انهي افضل؟ الافضل اجمع ما بينهم، طالما في وسيله للجمع ما اقولش بالايه؟ بالنسخ. فهم قالوا ان طالما سجد في اخر حياته قبل السلام يبقى ده نسخ السجود اللي كان بعد السلام. التانيين يقولوا طب ليه قلت بالنسخ؟ طب ما نقول الامر على ايه؟ على التخيير، يسجد قبل او بعد. شفت الفقه ده؟ فدوت مذهب طيب يعني، نزل التخيير مريح، وده بيكون ارفق بالامام خصوصا، ان احيانا الامام بيحتاج انه يسجد قبل السلام عشان يراعي الناس، انه لو يسجد بعد السلام الدنيا بتتكعب الجانب، المصبوخ بيكون اصلا جاب ركعتين على ما الامام سجد، وفي واحد روح سلم ومشي وقعد في البيت دلوقتي على ما الامام سجد، يعني الدنيا بتتكعبل اول ما الامام يسجد بعد السلام تحصل لخبطه في نازل الجنه، ان في ناس امام سلم بيكون هو قام مشي خد جزمته وبعد كده لاحق الامام بيسجد، وفي واحد قام جاب ركعه خلصت. طب ايه؟ يعني الدنيا بتتكعبل. فاحيانا بيكون ارفق الامام لو لقى الناس جهله وحالتهم صعبه كده بيسجد قبل السلام عشان يطلع من ايه؟ يطلع من الصلاه على خير يعني، واخد بالك؟ ايه المذهب الثالث بقى؟ المذهب الثالث سهل جدا وهنمشي وراه دلوقتي هتلاقيها سهله. قال عند الزياده تسجد بعد السلام، عند النقصان تسجد ايه؟ قبل السلام، خد بالك؟ وحط جنب الزياده عند الزياده والتحري وعند النقصان والشك. سهل، عند الزياده والتحري تاني عند، يبقى تسجد فين؟ بعد. عند النقصان والشك تسجد قبل. تعالى نراجع بقى الاحاديث كلها. لما النبي عليه الصلاه والسلام صلى خمس ركعات سجد امتى؟ سجد بعد السلام. طب لما سلم في نص الصلاه سجد امتى؟ بعد السلام. وقلنا دي عباره عن ايه؟ كانت زياده مش كده؟ يبقى ادي زيادتين سجد بعد السلام. ولما قال فليتحرى الصواب قال له يسجد امتى؟ بعد السلام. يبقى انا عندي سجد السجود بعد السلام في حاله الزياده وفي حاله الايه؟ التحري اللي هي غلبه الظن. طب لما نسى التشهد الاوسط سجد قبل السلام، وده اسمه ايه في الصلاه؟ نقصان. ولما قال الشاكك اللي هو تايه ده قال له يسجد امتى؟ قبل السلام. في علماء قالوا اذا السجود بعد السلام في حالتين، حاله الزياده وحاله التحري، والسجود قبل السلام يكون في حاله النقصان وفي حاله الايه؟ الشك. بس طبعا بقى عايز اعمل يصلي لوحده تقريبا يعني، واحد مركز بقى، خد بالك؟ دي ده يعني بعض العلماء قالوا كده. لا يعني، وان كان القول اللي اختاره ده قول طيب وممكن يعني يطلعك اريح يعني. مساله واسعه يعني، مساله واسعه، خلاف واسع.
بيقول صفة السجود بقى. طب افرضوا واحد نسى سجود السهو نفسه يعني سهى ونسى وافتكر في الصلاة انه سهى ولا يسجد للسهو، ونسى يسجد للسهو وروح، يعمل ايه؟ العلماء بيقولوا لو كان الفاصل يسير يسجد للسهو، يعني قام ومشى شوية وجاب جزمته وطالع ده انا نسيت، يروح يرجع ايه ساجد عادي في مكانه كده يسجد، لا ده روح واتغدى ونام وصحي خلاص، اذا كان ربنا عفو غفور رحيم بقى نعمل لك كده انت مفيش بقى خلاص نعمل لك ايه طيب يعني يعني رحمة تشمله بقى مفيش حل تاني، فلو طال الفصل خلاص مفيش سهو وربنا يقبل الصلاة تمام. صفة سجود السهو عبارة عن ايه سجود السهو؟ سجدتين كسجود الصلاة سجدتين عاديين فيهم كلام معين بيتقال؟ لا مفيش حاجة، تسبيح عادي دعاء عادي، يكبر في كل سجدة للسجود والرفع ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للصلاة للسهو بعد السلام لوجود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أحاديث حسن المجموعة، لكن الحقيقة إن الأحاديث أغلب الأحاديث دي ضعيفة فما فيش تشهد، إنما يسجد ويسلم مفيش تشهد ده الراجح. طيب مسألة حلوة دي مهمة جدا، لو شك في العبادة بعد ما انتهى من الصلاة ماذا يفعل؟ يطرح الشك ولا يعمل به على الإطلاق. قاعدة مهمة اكتبها، لا اعتبار للشك بعد الفراغ من العبادة، لأنه لما انتهى من العبادة كان منتهي وهو غير شاكك، إنما طرأ الشك بعد ذلك، فدلوقتي الشك طرأ على يقين، يبقى أعمل إيه في الشك؟ أقول له روح روح، لأن أنا متيقن وأنا طلعت الصلاة متيقن، ما شكتش لغاية ما خلصت الصلاة ما كنتش بشك، شكيت بعد الصلاة انسى الكلام. كذلك شك بعد الوضوء انسى خلاص اطرح الشك، شك بعد الغسل انسى اطرح الشك، الا لو تيقن بقى ده موضوع تاني بقى يقين وصاد يقين ماشي، لكن تشاكك لا لا اعتبار للشك بعد الفراغ من الايه؟ بعد الفراغ من العباده. طيب لو سهى المأموم بقى يعمل ايه؟ هنفترض في احتمالات، سهى مثلا جه الإمام يركع هو سجد بعد كده خد باله راح قام وركع عادي وكمل صلاته عادي، بس هو سهى دلوقتي يسجد للسهو؟ لا ما يسجدش للسهو، الإمام يشيل عنه ليه؟ يشيل عنه اللي حصل تمام؟ ركع ركوعين كده لحق نفسه وراح سجد مع الإمام يسجد للسهو؟ ما يسجدش للسهو تمام؟ في التشهد الأوسط نسى وقال الفاتحة بدل التشهد الأوسط وقام وقام مع الإمام وكمل الصلاة يسجد للسهو؟ مش هيسجدش للسهو، كل ده مش هيسجد للسهو، لا ده هو نسى كان مسبوخ بركعة وبعد الركعة وبعد وهو بقى في الركعة دي نسي حاجة، الركعة اللي هو جابها لوحده نسى حاجة يستحق سجود سهو، يعمل إيه؟ يسجد للسهو لأن هو دلوقتي بعيد عن الإيه؟ عن الإمام خلاص انفصل عن الإمام. في حالة واحدة ممكن يبقى مع الإمام ويبقى ليه فيه هيعمل حاجة زيادة، إن هو مثلا لو قلنا على المذهب اللي احنا بنعتقده إن قراءة الفاتحة ركن للمأموم، ناس هيقرأ الفاتحة خالص والإمام ركع وهو ركع معاه وكده افتكر إن هو ما قراش ليه الفاتحة، هيعمل إيه بقى ده بقى؟ ينفع يرجع؟ ما ينفعش، هيكمل الصلاة هيعمل إيه؟ سهل هيجيب ركعة بعد ما يسلم صحيح ده هيجيب ركعة ويسجد للسهو، دي بالذات قصدي ملهاش حل، دي ملهاش حل، هيرجع فين؟ هتروح فين؟ واخد بالك؟ فدي صعب إن هو يحلها، ولو حصل كده هيجيب هو ركعة بقى مع نفسه بعد ما الإمام يسلم ويسجد للسهو، لكن لو حاجة اتجبرت بسرعة أثناء الصلاة خلاص الإمام يشيل عنه، حاجة ما اتجبرتش والركعة بتاعته بطلت هيجيب ركعة ويسجد للسهو. سهلة دي؟ طيب نكمل. سجود التلاوة سهل جدا، مشروعيته وحكمه، هو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماع. ليه بيقول مشروع؟ يعني فيها خلاف، في ناس هيقولوا يستحب وناس هيقولوا ايه واجب، لكن راجح طبعا ان هي مستحب كما سأتي. قال ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته تمام،
وهو سنة على الصحيح وليس بواجب، فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام والنجم فلم يسجد فيها. زيد نفسه ما سجدش، النبي ما قالوش حاجة عادي عليه الصلاة والسلام، فدل على عدم الوجوب. وعمر رضي الله عنه في خلافته قرأ على الناس سورة النحل في صلاة في أحد الصلوات سجد، ومرة تانية في جمعة تانية قرأ عليهم النحل ولم يسجد، وقال لهم يا أيها الناس إنا نمر على السجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لا فلا إثم عليه. صريح، والصحابة كلهم بيصلوا معاه، فده دل على إنه إجماع سكوتي، يعني الصحابة محدش أنكر، وده إجماع من الصحابة إن سجود السهو إيه؟ سجود التلاوة مستحب وليس واجب. قال أيها الناس إنا نمر على السجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لا فلا إثم عليه. طيب، يلا يشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه. تمام، خلي بالك من الحتة دي في حق القارئ والإيه؟ والمستمع. في فرق بين المستمع والسامع، يعني أنت دلوقتي في ناس اتنين بيسمعوا، واحد بيسمع لشيخه دلوقتي فجي في حتة فيها سجدة، أولا القارئ هو الإمام دلوقتي. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ عليه تلميذه، تلميذه كان اسمه تميم، فوصل حتة فيها سجدة، فابن مسعود قال له أسجد أنت إمامنا فيها، بمعنى أن القارئ لو نوى مش عايز يسجد هل يشرع للمستمع أن يسجد؟ لا، لا يشرع أن يسجد. لذلك مثلا أنت بتسمع كاسيت مثلا شريط فعد على سجدة، لا يشرع لك أن تسجد، أنت بتسمع شريط أصلا، ما فيش سجود هنا، أن أنت مستمع والمستمع مأموم في الحالة ديت. فإذا سجد القارئ يسجد ليه؟ المستمع. خلاف السامع، احنا قاعدين بنسمع، انا بسمع لشيخي مثلا وفي واحد قاعد على جنب يقرا قران سمعنا كده بس مش ايه، مش مستمع. فلو انا كقارئ سجدت فشيخي سجد معايا لانه مستمع، لا يشرع للسامع ان يسجد، لانه لم يكن ايه مستمع، هو مش معانا، هو كان بيسمع كده سماع عابر، ما كانش متعمد السماع، يعني هو صوتنا واصل له زي البلدي كده، صوتنا واصل له بس هو مش ايه. لكن واحد قاعد على جنبه مبسوط بال بيسمع له فرحان بيه وبيسمع معاهم، ده يشرع ليه ان هو يسجد معاه، ده مستمع. تمام، فهمنا دي؟ طيب، بيقول طبعا ده يشرع في الصلاه وخارج الصلاه. طب في خارج الصلاه قلناها يعني، او خلينا نقول الاول الدليل على داخل الصلاه. بيقول الدليل على مشروعيه في الصلاه ما رواه البخاري ومسلم عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه، يعني العشاء، يعني سموها العتمه عشان هي في فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذا؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لكنية النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن المستمع تبع فيها للقارئ. ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. تبالك لما تقول نجم زيد ما سجدش ولا النبي عليه الصلاة والسلام سجد، دل إن القارئ إذا لم يسجد لا يشرع السجود ليه؟ المستمع. فضل السجود، الحديث اللي قلت لكم بتاع الشيطان يا ويل يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد في الأول جنة ومرت بالسجود فأبيته فلي النار. تمام، صفة السجود، يسجد سجدة واحدة، سجدة واحدة مش سجدتين، يكبر إذا سجد، يعني لو هو خارج الصلاة يكبر الله أكبر ويسجد، واختلفوا فيها يرفع إيده ولا ما يرفعش، في ناس قالوا يرفع إيده وفي ناس قال ما يرفعش إيده، وإن كان الأقرب إنه ممكن يرفع إيده يرفع يده الله أكبر وينزل يسجد ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجوده في الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإن قال سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وثبت أيضا في بعض الآثار قوله اللهم اكتب لي بها عندك أجر، اللهم اكتب لي بها عندك أجر، وحط عني بها وزرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها
من عبدك داود. تمام. مواضع سجود التلاوة، ذكر هنا 15 موضع: سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، واثنين في الحج، واحدة في الفرقان والنمل والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. ذكر 14 من هم 15، ان هو يقول ان ال 15 دي فيها خلاف. ايه هي بقى؟ اللي هي بتاعت سوره صاد. قال وال 15 هي سجدة سوره صاد، وهي سجدة الشكر. اعتبروها بعض اهل العلم دي سجدة الشكر، النبي شكر الله فسجد. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فظن داوود، وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه، ربنا غفر له فخر ساجدا وايه؟ واناب، فغفرنا له ذلك. فبيقولوا دي سجدة شكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود. يعني ايه كلمة عزائم؟ اللي هي يعني مؤكد عليها، يعني كأن ابن عباس بيقول يعني هي سجدة بس يعني مش لازم تسجد. فكان ايه؟ رغم ذلك بيقول وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد فيه. خدت بالك؟ بس عايز يقول ان دي امرها اهون البعيد، يعني ما تسجدش فيها كل مره، لان ثبت النبي عليه الصلاه والسلام سجد فيها قبل كده ومره ثانيه ما سجدش فيها. فالصحابه قالوا له طب ما سجدتش ليه؟ قال انما هي توبه نبي. يعني كانه مره سجد على اعتبار ان هو يعني ايه اتباع، يعني تاثرا او يعني ايه اقتداء بالقران وكده، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، ومره ما سجدش ان هو اعتبرها دي توبه نبي فمش لازم اسجد. لذلك ابن عباس اعتبرها ايه؟ مش من عزائم السجود، مش من السجدات المؤكد عليها يعني. وان كان مذهب عمر وابي هريره خلاف ذلك، عمر وابي هريره بيعتبر ان صاد من عزائم السجود. فيعني فيها كلام، سجدة صاد فيها كلام، ويعني لو سجد الانسان فطيب، فاذا لم يسجد فلا اشكال، لان دي فيها اصلا ايه؟ فيها خلاف، فيها خلاف. طيب هل يشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ لو أنت في الصلاة طبعاً مفيش كلام، لو خارج الصلاة من مذاهب الأربعة على اشتراط الطهارة، مذاهب الأربعة على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، في سجود التلاوة. إن كان هيبقى في خلاف بقى في سجود الشكر، طب ليه اشمعنى سجود الشكر؟ سجود الشكر بيعرض فجأة، مش عامل حسابك، ممكن يفاجئك على غير طهارة. هل ينفع يسجد الشكر على غير طهارة؟ فيها كلام. يعني في خلاف في سجود الطهارة في سجود الشكر. طبعاً أفضل الخروج من خلاف الإنسان يعني يكون متطهر، فلو لحق بسرعة يتوضأ ويسجد للشكر هي أفضل بكثير خروجاً من هذه الخلاف. يقول استحب لمن وردت عليه نعمة، تمام، أو دفعت عنه نقمة، أو بشر بما يسره أن يخر ساجداً لله اقتداءً للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. لأنه برضه بيقول يعني دي بتيجي فجأة، ممكن أنت الخبر جالك ما حسيتش بنفسك، سجدت على طول، لا افتكرت طهارة ولا افتكرت قبلة ولا حاجة، هو اللي تحصل مش كده؟ فيعني لو حصل من واحد لا إشكال، اعتبار إن إحنا خارج الصلاة أصلاً يعني، فأمر السجود خارج الصلاة يعني أهون، فقد يكون هناك شيء من التساهل في أمر الطهارة واستقبال القبلة، خاصة في سجود الشكر، إن إحنا كما بينا يعرض ليك سجود الشكر فجأة. قد يكون الانسان مش مفتكرش اصلا موضوع الطهاره، بعد جاله خبر سعيد جدا فجاه فسجد الشكر، زي كعب بن مالك جاله يا كعب ابشر بتوبه الله عليك، قال فسجدت لله شكرا سريع. فممكن الانسان المفاجاه تخليه يسجد على طول ولا ياخدش باله بقى من القبله، لذلك بيقول ولا يشترط فيها استقبال القبله. والله اعلم يعني الامر في سجود الشكر بالذات في موضوع الطهاره اهون يعني. إذا لم يكن الإنسان متوضئ واحتاج يسجد للشكر يعني في هناك مذاهب تؤيد ذلك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أمر يسره خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، وكذا فعل الصحابة زي كعب بن مالك زي ما قلنا. وعلي بن أبي طالب سجد للشكر لما رجل كان رأس الخوارج قتل، سجد علي بن أبي طالب شكرا لله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سجد شكرا لله تعالى في حديث قال لقيت جبريل فقال إن ربك يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، قال فسجدت لله شكرا، فسجدت لله شكرا. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة وكذا صفته وكيفية، يعني مفهوش حاجة معينة تتقال، وإزاي بقى مفهوش ذكر بقى معين زي التلاوة،
انما ما انسان يثني على الله ويشكره كده ويحمد ربنا وخلاص، ما يعني يقول سبحان ربي الاعلى طبعا، لكن ما فيش ذكر معين للسجود الايه، لسجود الشكر. وننبه اخيرا ان سجود الشكر عند النعم الفجائيه وليس النعم المتجدده. يعني والا فقلنا سجود الشكر عند كل نعمه محدش هيقوم السجود، مش كده؟ هنفضل ساجدين الى الابد لان نعم الله لا تنتهي. واحد كل هذا سجد عشان نعمة العين ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الصحة ونعمة الشعر. إنما سجود الشكر يشرع للنعم الغير متجددة، النعم أقصد المتجددة يعني اللي هي جديدة، يعني اللي هي بالنسبة لك فجأة. واحد بشر مثلا ببراء، واحد بشر بسلامة مثلا بنتيجة تحليل كان افتكر في حاجة خطر جدا قالوا له طلعش عندك حاجة، واحد بشر مثلا بمال كان ما كانش متصوره ومتوقعه اللي هي الحاجه اللي فجاه جات لك فجاه، نتيجه مثلا نتيجه تقدير معين كنت انت نفسك فيه وحصل وفرحت قوي سجدت للشكر. نعمه ايه مش بتحصل كتير يعني، تمام؟ فدوت اللي يشرع فيه سجود الايه، سجود الشكر. اما النعم اللي هي على طول دي مستمره فلا يشرع فيها. لان بعض الناس بتغلط في الموضوع ده، مثلا ايه، في ناس تسجد شكر كل ما يقرا قران، كل ما يخلص يقرا قران يقفل ويسجد شكر، او بعد كل صلاه. بعض الناس بيعمل كده، كل ما يخلص سلم الصلاه تلاقيه سجد، تسجد يعمل حاجه يقول لك شكر. يقول هذا لا يشرع، بل قد يكون في باب البدع، لانه لم يفعله الصحابه ولا النبي عليه الصلاه والسلام. والا فالصلاه نعمه مستمره، قراءه القران نعمه مستمره، انما ذلك عند النعمه دي اللي هي اللي بتبقى قويه ومفاجئه وكده يعني. ماشي، يبقى النهارده كده خلصنا الفقه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.